ابو جانو اجي ادور معاكم. ها الحسيني الحسيني، ها حمام الحسن والحسين، هذا يقولوا له حسن حمامات الحسن والحسين راح ان ثلاثه وردن اثنين ردن اثنين ما يود ممن يأثر. هاي جابها ابو موسى بشبد السنه. مي يلا جيبك مي ديبا. ما انت قادر على المي طبعا. الشباب قاعد يدورونها. هاي بسد 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 الحسن شهر. وانا اخوك لك خليك تصف الوجه زلت واتين هين على على الرصيف هذه ان شاء الله. ان شاء الله من هنا شوي. حبيب قلبي ابو موسى حبيبي والفرع الغالي. احلى صباحيه احلى صباحيه الله يشهد. احلى صباحيه على قلبي والله. بلحسكه 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 بشد عجاجه مع اخوي ابو جانو لورنس وابو طلال. ابو طلال البارح سوى بالارانب ياكل البارح خلى الارانب تعافص لو جه الصبح. يا اخي ما جه شوف الطرجه وراكين صياد الارانب. عافيه 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 جبر عافيه جبر جبر. نعم ونعم ونعم لا تقرب على المي سنتي واحد تفهم علي؟ هذا اسود اسود هذا دجاج. اثنين واحد يلا يلا حي ابو طلال. هلا والله بالشباب. هذا الطير جوا بس يا رب بس هاي بل ما يوقع ترى يا ربع. هاي جابها ابو طلال. اي ابو طلال خبر خبره يا اخي. ما اقدر اني ما اقدر خبره. 11 شباط 11 شباط 2021 الصباحيه الطيبه بس سد بالمي. ضيافه اخونا ابو موسى. لا بالله حامد عنده هلا والله. حامد عزيز وغالي اخوي ابو موسى اليوم بالحسن. هذا ذي ليك الفرق السن. هذا الخط هذا الطير يسمونه الحسن والحسين. إيه هذا حمام الحسن والحسين. حمام الحسن والحسين البايجون. بايجون هذا فرخ يجي. اي فرخ هذا صغير. في عندنا الطير بالسيارة لسه. هاي غير الأرانب. احنا ما نحكي بالأرانب بس.